اللي بيحب ام الدنيا جامد يسقف لها جامد جدا جدا. يا سلام. انا من ساعه ما جيت هنا وانا عايش اجمل واحلى ايام حياتي. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ علشان كل يوم بكتشف ان حب مصر في قلوب كل دول الوطن العربي. تحيه من مصر وام الدنيا وكل الساده الحضور وكل دول الوطن العربي. دي فركة كعبو هتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بعهد تعدلها سكت كتير خدت ايد مصر بسكوتها ما تستخسرش فيها بتكتب عايزين نسمعهم نسمعهم دي بشرة خير. يلا دي فركة كعبو قصاد الدنيا وخد بعهد تعدلها خدت ايه مصر ما تستخسرش بتكتب بكرة بشروطك اللي بيحب مصر جامد يسقف لها. الله 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 الله